يوجد أكل وشرب في ملكوت السماوات؟ البعض هيستشهد بشوية أعداد، على سبيل المثال شبهة من اللي اتقالت قبل كده في الغرفة عدة مرات، جاوبت عليها باختصار واتكررت لسه من كام أسبوع، عشان كده قلنا ندرسها بشيء من التفصيل. واحد من الناس الغير مسيحيين بيسأل: هل في الجنة أكل وشرب ومتع حسية؟ جاء في إنجيل متى 26 عدد 9: وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشرب معكم في ملكوت أبي. لحظة واحدة، أنا آسف الترتيب مش متفق. الكمبيوتر بتاعي not friendly النهاردة. anyway معلش، طب احاول مرة تانية، معلش استحملوني. كل الخير، ده اللي كنت بقوله من شوية صغيرة. معلش، فبيقول البعض: هل يوجد في الجنة أكل وشرب ومتع حسية علينا إحنا كمسيحيين؟ يعني بيقولون الكلام ده علينا. فيقول: جاء في إنجيل متى إصحاح متى 26 عدد 9: وأقول لكم من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشرب معكم في ملكوت أبي. ويكمل أعداد ويقول أيضا في أعداد: من ترك بيوتنا وإخوة أو أخوات أبا وأما أو امرأة أو أولاد أو حقول من أجل اسمي يأخذ منها فارس الحياة الأبدية. يعني في مين بيروح الحياة الأبدية من أب وأم وامرأة وأولاد وأخوات وحقول كمان. يلا هواصل يا مسيحيين، في الجنة بتاعتكم هتكون كمان عندكم حقول. وأيضا في نفس إنجيل متى 10:28: لا تخاف من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جنة. وإنجيل 22:30: لتأكلوا وتشربوا على مائدتي. أهو بصوا الجنة بتاعتكم هيبقى عندكم أكل وشرب وفي مائدتي وفي ملكوتي، تجلسون على كراسي تدينون أثبات إسرائيل الاثنى عشر. في إنجيل لوقا 14:15: فلما ذلك سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. فهو في أكل خبز في ملكوت الله. وجاء في الرؤيا 2:7: من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس، من يغلف فصاعقيا يأكل من شجرة الحياة في وسط فردوس الله. فبيقول بصوا النصارى في هذا العصر، طبعا أنا بكمل كلام المشكك، وبالإجماع أنه لا أكل ولا شرب ولا متعة حسية في الجنة. وحين نطالع كل هذه النصوص أعلى يتضح أن قطعا أن هناك أكل وشرب ومتعة حسية في الجنة، وهناك أيضا عذاب وألم الجسد وفي الكلام ده كله. والسؤال: كيف تقولون أنه لا متعة حسية في الجنة بل نكون أرواح، وهل الأرواح تأكل وتشرب؟ ده الراجل اللي قال لنا السؤال اللي أنا بعرضه لحضراتكم. في البداية في نقطة مهمة جت في سياق الكلام أو في الشبهة اللي بيقولها المشكك، ومش بس الكلام اللي بيقوله خطأ، هو مفيش اصلا حاجة اسمها جنة في الابدية في نهاية الايام. ده كمان ده من البداية. الجنة عندنا في الايمان المسيحي هي جنة عدن فقط. كلمة جنة يعني حديقة جميلة، ده اللي كان في جنة عدن. اما في الابدية مفيش جنة. في الابدية تسمى ملكوت السماوات او ملكوت الله. لا يوجد بها جنة بالمفهوم غير مسيحي، الأكل والشرب والشغل الفاكهون ولحم طير مما يشتهون والكلام ده كله، ده مش موجود. أيضا الحكاية إنه أرواح فقط، لا مش أرواح فقط، الكتاب المقدس يوضح أن يوجد ما يسمى بأجساد نورانية، أجساد روحانية زي الملائكة اللي لا بتاكل ولا بتشرب ولا لا عندها شغل فاكهون ولا لحم طير مما يشتهون. ده اللي بيقول الكتاب المقدس. أيضا الكتاب المقدس وضح جدا، هو اصطاد بعض الأعداد اللي ليها معاني مهمة وقطعها حتى من سياق كلامها، وترك بقية الأعداد اللي توضح بوضوح شديد قاطعة أن ملكوت السماوات ملكوت الله هو ملكوت روحي وليس مادي. الرب يسوع المسيح نفسه قال لنا في إنجيل متى 22:30: لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. وتكرر الكلام ده كتير زي انجيل مرقس 12:24: فاجاب يسوع وقال لهم:
أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة كملائكة في السماوات. ويقول إنجيل أجاب وقال لهم يسوع أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على هذا على ذلك الدهر والقيام من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. أيضا يقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 7:31 الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول. أيضا يقول لنا الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل رومي 14:17 لأن ليس ملكوت الله أكل ما شربه بل هو بر سلام فرح في الروح القدس. ما فيش أكل وشرب، ما فيش متع حسية، ما فيش جواز، ما فيش حقول، ما فيش الكلام ده. البركة في ملكوت السماوات والمكانة هي روحية السماوات في المسيح يسوع. أيضا معلمنا بولس الرسول شرح لنا الموضوع بالتفصيل إنه الأمر يكون أجساد نورانية رجاء محبة. اللي بيحاول يشتت حضراتكم على التكست تجاهلوهم، وردة للمشتتين. ولكن أساتذة الأحباء معلش ركزوا مع ضعفي، معلش اسمحولي سيكون اللي بيشتت على التكست. أيضا معلمنا بولس الرسول شرح بالتفصيل ملكوت السماوات إن هو يكون أجساد نورانية مش مادية مش لحم ودم. لما بيقول رسالته الأولى لأهل كورنثوس 15 بداية من عدد 35 لكن يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسد يأتون يا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت والذي تزرعه لا تزرع الجسم الجسم الذي سوف يصير بل حب مجرد ربما من حنطة أو من أحد البواقي لكن الله يعطيها جسما كما أراد ولكل واحد من البذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا بل الناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك آخر وللطير آخر أجسام سماوية وأجسام أرضية لكن مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات آخر مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم آخر لنجم يمتاز عن نجم في المجد. هذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد يقام في عدم فساد يزرع في هوان يقام في مجد يزرع في ضعف يقام في كله يزرع جسما حيوانيا ويقام روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا سار آدم الإنسان الأول نفسا حيا آدم محيا ولكن ليس روحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا وكما لبسنا صورة الترابي لبس أيضا صورة السماوي. فأقول أيها الإخوة أن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد. الجسد الروحاني الممار القوي اللي لا محتاج طعام يقوي ولا شهوات ولا غيره ده ما بيشعرش بالجوع عشان يأكل لأن الجوع ده علامة ضعف وألم واحتياج. الجسد الروحاني والعالم الروحاني الممار القوي ما فيهوش ضعف وفي احتياج. أيضا شرح مهم بطرس الرسول شيء مهم جدا إن كل شيء مادي ده كل ذرة عناصر هتحترق وينتهي كل شيء مادي زي ما قلنا علمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية صحيح 3 بداية من عدد 10 ولكن سيأتي كليس في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. ده اللي بيقوله. فبما ان هذه كلها تنحل يعني كل العناصر هتنتهي ما لهاش اي فايدة اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تزول كل ينتهي. اي شيء مادي متخيله ولو حتى ذرة اكسجين في الهواء هتختفي يفضل بس العالم الروحي. ففي يوم الدينونة يقوم الأموات الأبرار بأجساد نورانية وأيضا الأحياء يتغيروا ويأخذوا الأجساد النورانية زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل تسالونيكي 4:16 لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيموت أولا
ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحاب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. ملكوت السماوات ملكوت روحي بأمر واضح جدا من الكتاب المقدس، مسكن الله واللي معاه الملائكة الأجساد النورانية الكائنات الروحانية، وحيكون معاهم الأبرار بأجساد نورانية والقديسين، فالله والملائكة وإحنا حنكون معاهم، مش كائنات مادية محتاجين ناكل ونشرب والكلام ده كله. عشان كده ملكوت السماوات ليس مادي، كائنات روحية لا يوجد فيها لا أكل ولا شرب ولا احتياج ولا شهوات ولا ضعفات. الدليل ان حتى الملكوت هو المسيح نفسه، الكلام ده موجود في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيك 1:13، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. أيضا معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية 1:11، لأنه هكذا يقدم لكم بساعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. أيضا معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية تيموثاوس 1:4، أنا أناشدك إذ أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. فإحنا هنكون في المسيح، هيكون لنا ميراث في ملكوت المسيح. فالمسيح هو اللي في حضن الآب جلس إلى الأبد عن يمين الله، هنكون إحنا فيه زي ما قلت في فيلم حسن بسرعة ضيق الوقت، فهنوجد في المسيح. أجسادنا دي هتكون أعضاء في جسد المسيح النوراني زي ما قال في كورنثوس الأولى 6:15، فالله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا زي ما قال يوحنا 4:24، حيث روح الرب هناك حرية. وجسد المسيح أخذ الطبيعة النورانية فهنكون فيه، فلازم تكون أجسادنا نورانية روحانية. ده اللي قاله المشكك، ما تتطرقش لأي عدد من الأعداد اللي بتتكلم على الطبيعة الروحانية لملكوت السماوات والطبيعة الروحانية لأجسادنا الروحانية اللي لما تبقى موجودة في ملكوت السماوات لو ربنا أراد وسمح لنا رغم ضعفنا. طيب نبدأ بعض الأعداد اللي شبيها المشكك واقتطاعها من سياق كلامها. الشاهد الأولاني لما بيقول في إنجيل متى 26:29، وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. المتكلم هنا مين؟ الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح اللي تكلم بوضوح وقال أنه ما فيش حاجة اسمها مادي ولا جنة ولكن روحي في ملكوت السماوات في ملكوت الله. لكن هو بيتكلم على إيه؟ إيه اللي نشربه معاه؟ زي ما شرحت سابقا في ملف كأس العشاء الأخير، وهل كأس واحد ولا أكتر من كأس، وزي ما وضحت قبل كده باختصار، عشاء الفصح اليهودي كان فيه 4 كؤوس لها رموز الأربعة، بيشربوا كأس نبيذ ممزوج بماء، وده أول ما يغسلوا إيديهم ويشكروا ربنا يشربوا الكأس الأولاني يسموها كأس الشكر. بعد كده تتقدم يتحط على المائدة الأعشاب المرة والطير والحمل ومرقة مع بلح وتين وزبيب، وبعد كده ياخدوا قليل من الأعشاب ويقدموا الشكر ربنا ويحطوها في المية المالحة ويأكلوها، وبعد كده تترفع الصحون قبل ما يأكلوا ويحطوا قدامهم الكأس الثاني اللي هو كأس الخلاص أو كأس الفصح، ده في ليلة الفصح. وليه تترفع الصحون؟ عشان الأطفال تسأل رئيس العائلة ليه تم ده، فيوضح لهم ان ده معناه انه كانوا اللي بيعانوا باليهود في مصر من الذل والعبودية وازاي انقذهم ربنا بسبب الاحتفال بعيد الفصح. كده يجيبوا الصحون مرة تانية ويشربوا الكأس التانية وياكلوا معاها الفطير اللي معناها سرعة ارتحالهم، ثم يغسلوا ايديهم ومعاها بيقروا مع الكأس التانية بيقروا مزمور 113 و114. بعد كده يكملوا باكل بقية الطعام، بعد كده يشربوا كأس التالتة تسمى كأس البركة. بعد كده لما خلاص ينصرفوا من عشاء الفصح بيشربوا كأس رابعة ويقروا فيها مزامير من 115 ل 118، ويسموها كأس التهليل، ودية كانوا في الأول يشربوا 3 كؤوس بس وأضيفت الكأس الرابعة بعد دخولهم أرض الموعد كإشارة. فسيح شرب 3 كؤوس
وقال الكأس الرابع كرمزها لدخول أرض الموعد الحقيقية اللي هو ملكوت السماوات دي مش هشربها معكم إلا فيما بعد في ملكوت أبي. فالكأس الأولاني كأس الشكر على عبور المهلك اللي هو كأس الغضب، الكأس الثاني كأس الفتح المسبوح للخلاص اللي هو التارة، الكأس الثالث اللي هو كأس البركة اللي هو الخلاص، الكأس الرابع التهليل اللي هو للملكوت. فالمسيح شرب الثلاث كؤوس الأولانيين عشان يوضح أن معناهم تم، كأس الغضب خلاص انتهت، كأس الفصح بيتطبق، كأس البركة والخلاص تحقق. أما الكأس الرابع اللي يتم نتداخل كنعان الحقيقية كنعان السماوية ملكوت السماوات، ده هيتم لما يبدأ الأبدية بمعناها الرمزي. ده اللي قاله، ده اللي قاله كمان في إنجيل متى، ويوضح أنه يقصد بالكأس معناها الرمزي. فلما بيقول رب يسوع المسيح في إنجيل متى 20:22 على ابني زبدي بيقول لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا أو تصطبغان بالصبغ التي تصطبغ بها أنا؟ قالوا له نستطيع. قال لهم أما كأسي فتشربانها وبالصبغ التي تصطبغ بها تصطبغان، أما عن يمين وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلى الذين أعد لهم من أبي. هل هنا يتكلم على كأس بطريقة رمزية بطريقة حرفية أم رمزية؟ هل هنا يتكلم كمان على الصبغة بطريقة حرفية أم رمزية؟ هنا بيتكلم على بداية ملكوت الله بعد تتميم المصالحة، فهنا ما ينفعش يتاخد الكأس بمعناها الحرفي. فالرب يسوع المسيح بيقول مش هشرب معكم الكأس دي إلا في ملكوت أبي، مش معناها هيجيب كؤوس، لا ده معناها تتميم دخولنا إلى أرض الحقيقية اللي هي ملكوت السموات. أيضا ما حدش ينفع ياخد الصبغة بطريقة حرفية، ما حدش هيتصور أن الرب يسوع المسيح يقصد يجيب إزازتين حبر واحدة يلدها يدلقها على يعقوب والتاني يدلقها على يوحنا، ما بيقولش الكلام ده، لكن بيقول بمعناها الرمزي. ده اللي يأكد أن التعبير أشرب كأس هنا لا يقصد بيها بمعنى المادي، مش هيكون نهر خمرة زي ما فهموه البعض خطأ، لكن بمعناه الروحي، يختلف تماما عن العالم المادي الذي يفنى. يتكلم على الفرح والتهليل الحقيقي اللي هيكون في كنعان السماوية، ده المعنى اللي بيقوله. الشاهد الثاني اللي تم الاستشهاد به في انجيل متى 19:29 بيقول كل من ترك بيوتا او اخوه او اخوات او ابا او اما او امراه او اولاد او حقولا من اجل اسمي ياخذ 100 ضعف ورث الحياه الابديه. قال لك ايوه بص، يعني اللي بيروح الحياه الابديه ياخذ 100 ضعف الحياه الابديه، ياخذ 100 بيت، ياخذ 100 اخوه، ياخذ 100 اخوات، ياخذ 100 اب او 100 ام او 100 امراه او 100 اولاد او 100 حقل. بالذمه ده كلام، ايه رايكم؟ عدد ما قالش ياخذ 100 ضعف من هذه الاشياء الماديه في الحياه الابديه، بل بيقول 100 ضعف في هذه الحياه وبعد ذلك يورث الحياه الابديه. فبتكلم على الاشياء دي تقصد بيها على الارض تعويضات ارضيه، تعويضات بركات روحيه على العايشين على الارض بعد ما يتركوا كل شيء عشان يتبعوا المسيح. وبنشوف الكلام ده امثله واضحه جدا في الامثله الرائعه اللي ادونا بركة كبيرة، أمثلة العابرين اللي فعلا تركوا كل شيء لأجل اسم المسيح، وبالفعل المسيح عوضهم بركات روحية 100 ضعف. تأكيد الكلام اللي أنا بقوله نفس العدد في بقية الأناجيل بتقول المعنى ده. سلامي للدكتور المصري اللي لسه شايف اسمه داخل الغرفة، بركة كبيرة زي حضرتك. فيقول في إنجيل مرقس 10:29 فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أب أو أم أو امرأة أو أولاد حقول لأجل ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع اضطهادات. ودي الناس اللي زعلانة من التجارب، هتاخد 100 ضعف بركات روحية ولكن لازم هتكون معها اضطهادات أرضية للتنقل. وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية، يعني المئة ضعف اللي بتكلم عليها بركات روحية الآن في هذا الزمان، أما بعد ذلك الحياة الأبدية. برضو نفس الكلام قاله إنجيل لوقا البشير في صحاح 18:29
فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولاد من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. يعني الميت ضعف ده في هذا الزمان. واضح؟ في البداية شرحت الموضوع ده، هل وعد الرب لمن يترك امرأة بأن ربنا يكافئه بمئة امرأة؟ طبعا لا. وزي ما وضحت انه حتى العدد ما كررش وقال مئة امرأة، مئة ضعف من بركات روحية. المكافأة هي ربنا يوضحها عن طريق التجارب، فمئة ضعف دايما تشير لمعنى كمال أسرة المسيح. لما يتكلم على خروف الدال يتكلم على 99 زائد 1 100، أسرة المسيح يرمز إليها ب 100، الثمار القصوى 100، 30 تيم و 100، عدد سبب كبير غيرها من الإشارات. رقم 100 دايما المقصود منه أسرة المسيح والبركة فيها. المعنى اللي يقصده هنا المكافأة في العالم ما يقصدش معنى مادي، مش تسيب أخ يبقى أخوه يبقى أبوك هيخلف لك 100 أخ تاني، لا ما يقصدش بيها كده. يديك بركات تبقى محبوب في وسط كنيستك، فتترك اخوك بالجسد ربنا يعوضك ب 100 اخ روحي. تترك حقل مادي كان ملكك ولا ميراثك لما اسرتك تضطهدك لما تؤمن برب يسوع المسيح، ربنا يعوضك على حاجات تغنيك عن انتاج 100 حقل بدون ما تشتغل ولا تتعب حتى. يديك سلام داخلي اللي لا يقدر بمال اكتر 100 ضعف لأي حاجة مادية ممكن تتخيلها. ده السلام الداخلي ده أغنى من كل كنوز العالم. فلما بتكلم على 100 ضعف في هذا الزمان ما يقصدش تسيب بيت يديك ربنا 100 بيت، تمتلك كده 100 بيت شارع كده بطوله وتبقى البيوت ورا بعض مترصصة ملكك. طبعا مش بيقولش الكلام ده العدد. مش هيعوضك ب 100 أخ جسدي. يعني أبوك مش هينجيب لك 100 أخ جسدي، مش بيقول الكلام ده. طب هيعوضك بمئة أم إزاي؟ هيبقى ليك مئة أم بالجسد؟ مئة أم إزاي؟ ربنا هيخليك تخلف مئة أم؟ المعنى مش كده خالص. فهم الأعداد دي بطريقة حرفية خطأ تماما. عشان كده قال الكتاب المقدس الحرف يقتل ولكن الروح يحيي، زي ما قال في رسالة معلمنا بولس الرسول الثاني لأهل كورنثوس 3:6. فالمعنى التعويض الأرضي المئة ضعف هو تعويض بركات روحية وتعزيات، وأحيانا بتبقى تعويضات بركات مادية. ولكن الأهم من كده بعد التعويض بالبركات الروحية على الأرض هو حيديك بعد كده ملكوت السموات، الفرح الذي لا ينتهي إلى الأبد. ده اللي بيقوله. غريبة اللي بيستشهدوا هذه الأعداد ويقطعوها ويمسكوا في كلمة ويسيب الباقي. طب لو طبقت 100 حقل في ملكوت السماوات، طيب 100 أب إزاي؟ الشاهد الثالث في إنجيل متى 10 عدد 28 لما بيقول ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدر أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. وأيضا الكلام يتكرر في إنجيل لوقا في إنجيل أربعة، ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخاف من الذين يقتلون جسد بعد ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. المسيح هنا بيقول باختصار إيه؟ ما تخافوش على الأرض، هيعملوا فينا إيه؟ هيضايقونا، هيسرقوا فلوسنا، هيوصلوا في الآخر لدرجة أنهم بيقتلونا، ما تقلقش. ربنا اللي في ايده السلطان، هم اخر حاجه ممكن يعملوها ان هو يقتلونا بالجسد، ما تخافش منهم، لكن خاف من المسيح اللي مش بس ليه سلطان على الارض، ده ايضا ليه سلطان في الابديه لان هو الديان. عشان كده خاف، لو انت خفت على جسدك في الارض وحافظت عليه وانكرت المسيح هتكون خسرت نفسك ابديا. اجمل شيء ان احنا نحس ان احنا في ايدين ربنا على الارض وفي يوم الدينونة، ومحدش ليه أي سلطان علينا. فهنا مش بيتكلم أصلا على ملكوت السماوات بل على العقاب. العقاب أوضح في البداية الكتاب المقدس كان واضح تماما أن العقاب عقاب حقيقي ليس خيال. لا يوجد الفكر بتاع القطع بتاع شهود يهوى الفناء الأبدي أو الفناء،
لا الحاجات التانية اللي بيقولوها الإخوة المسلمين، شجرة الزقوم وماء السبيل والكلام، آسف الديسكاستنج ده، لا مش الكلام ده. فالعقاب عقاب حقيقي بأجساد، ولكن ليست أجساد مادية من لحم ودم. أجساد هتكون مناسبة إن إحنا نوجد، أو يوجد اللي هياخدها يوجد مع الشيطان اللي اختار بإرادته. مرة تانية، العقاب حقيقي بأجساد ليست مادية، لكن أجساد هتكون مناسبة إنها توجد في مكان العذاب مع الشياطين اللي هتعذب في هذا المكان، لأن هو اختار إن يكون مع الشياطين. ويرمز ليها بجهنم، وادي هنون، وده تشبيه رمزي، لأن طبعا العذاب الأبدي مش هيكون في وادي هنون اللي موجود في أورشليم، ده ما يشيلش حتى واحد على مليون من الأشرار اللي أخطأوا عشان يتعذبوا فيه. فمرة تانية أكرر، بالفعل اللي هيرفض الرب يسوع المسيح ولا يقبله ربا ومخلصا ويرفض أن يكون معاه في يوم الدينونة، هيلقى بجسد حقيقي ليس مادي، ليس لحم ودم، لكن هيلقى بجسد للعذاب الأبدي مع الشياطين اللي اختار أن يكون معاه. الشاهد الرابع في إنجيل لوقا أصحاح 2 عدد 22 عدد 30، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. الرب هنا بيتكلم أيضا بأسلوب رمزي بعد ما تأكدنا أن ملكوت السماوات ليس أكلا ولا شربا وليس مادي أصلا. فالرب ليس الأكل والشرب الماديين بل الشبع بالله. الكلام ده فين؟ في إنجيل متى 5 عدد 6، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 14، ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. فالكلام هنا اللي بيقوله شبع روحي في ربنا، كلامه الأحلى من العسل وقطر الشهاد، زي يقول المزامير 19 10، أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد. اللي هو إيه؟ أحكام الرب، أحكام الرب مشوش عليها سكر بودرة؟ لا طبعا، يقصد بيها رمز. أرمية 15 16، وجدت كلامك فأكلته. يا ترى عمل إيه؟ كان كل يوم الصبح بيفطر على سفر، يحط عليه زبدة وسكر ويأكل السفر؟ لا، الابتهاج بأكل كلام ربنا ألهك فيه ليل نهار للفرح والرجاء قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. فالكلام هنا يقصد بيه الطعام والشراب الروحي، الكلام الروح الحلو بتاع ربنا. والتعبير زي ما شفت قبل كده، تدينون أسباط إسرائيل اللي شرحتها، اللي هي دينونة القياس، يكونوا بقبولهم للمسيح وحياتهم المرتضعة وقداستهم علة تبكيت وتدين اليهود، زي ما سدوم وعمورة هيدينوا ناس تانيين. ازاي سدوم وعمورة تدين ناس تانيين؟ ليه؟ لأنهم أشرار اتعاقبوا ولكن ما عملوش زي أشرار ناس تانيين رغم كان متاح إليهم، عشان كده يكون ليهم حال أكثر احتمال. أما التلاميذ اللي وصلوا للملكوت ليه يدينوا أسباط إسرائيل؟ لأنهم في نفس الوقت وشافوا نفس الأمور وكانوا موجودين في نفس وقت الرب يسوع المسيح، واليهود التلاميذ قبل المسيح واليهود الأشرار رفضوه. فيوضح أنه على كراسي يعني علو درجتهم، يعني بمعناه بينونة القياس اتنين يكونوا في نفس الموقف، واحد يعمل خير والتاني يعمل شر. فالأول اللي يختار الخير في وقت الضيقة يكون بيان للتاني بأعماله، مش هو اللي يقعد يحكم عليه في محكمة، مش هيكون له قاضي، الديان هو الرب يسوع المسيح بس. دي اسمها دينونة القياس. أعمال الأول الجيدة أظهرت أعمال التاني شريرة، وخاصة إن كان يقدر يختار الخير ولكنه اختار الشر. يعني إيه؟ على سبيل المثال الفتية الثلاثة ما خافوش من اضطهاد ابنه ان هم يدخلوا في اتون النار، ده يدين اي حد خاف من اضطهاد وانكر ربنا بسبب اضطهاد. فاهميني؟ فالانسان الجيد الاختيار خير هيكون بيان للانسان اللي هيكون في نفس الموقف بتاعه وهيختار الشر. عشان كده التلاميذ وغيرهم هيكونوا في يوم الرب العظيم كبيانين لاسباط الاثنى عشر، لان اللي كان يجبن يعملوه الاسباط كلهم ان هم يؤمنوا بالمسيح وما امنوش،
التلاميذ كانوا في نفس موقفهم ونفس شعبهم ومن نفس فكرهم ومن نفس ظروفهم، قبلوا رب يسوع المسيح وأمنوا بيه وكرزوا بيه وصاروا نور للعالم، بل تركوا كل شيء وتابعوا لأجله. هيكون ايه عذر اليهود اللي رفضوا المسيح؟ هو ده اللي يقصد يقوله. اللي يأكد ان الكلام ده رمزي ليس حرفي، ان في العدد الثاني بيقول قال رب سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كم حقده. هل احنا متخيلين ان كل واحد فينا هيتسخط ويبقى في حجم الحنطة والشيطان ياخده ويحطه في غربال ويفضل يهز فيه؟ طبعا لا، مش بطريقة حرفية، ده بمعناه الروحي. كلام هنا بطريقة رمزية بطريقة حرفية. فازاي المشكك ما يقبلش عدد 31 انه ما ينفعش يكون حقيقي مادي ولكن يسر عن عدد 30 مادي؟ ده كلب بمكيالين. الشاهد الخامس والقبل الأخير، انجيل لوقا 14 عدد 15، فلما سمع واحد ذاك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت الله. المتكلم هنا واحد يهودي اللي ما فهمش قوي كلام الرب يسوع المسيح. لما بيتكلم الرب يسوع المسيح لانك تكافئ في قيامة الأرض، فالمسيح لما كان بيقول فيكون لك طوبى إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافئ في قيامة الأبرار، فقالوا طوبى اللي ياكل خبز في ملكوت السماء. أولا اللي قال الكلام ده لا رب يسوع المسيح ولا واحد من تلاميذه، ده واحد من المتكئين اليهود اللي فهم كلام السيد المسيح بطريقة مش صحيحة قوي، وده واضح إنه أكيد واحد من الفريسيين. ليه؟ لأن الصديقيين ما كانوش يؤمنوا بالقيامة. وفكر الفريسيين للأسف في الزمان ده كتير منهم كان فكره خطأ، كانوا منتظرين المساوى الأرضي، المسيح الملك الأرضي اللي حيقيم لهم وليمة عظيمة. انتوا عارفين ان القصة بتاعت اول وجبة اسلامية بتاعت الطور بتاع اله الاسلام دي مسروقة من فكر يهودي خطأ. تعرفنا من الاساطير اليهودية المرفوضة ان المسيح لما سيأتي هيعمل لليهود وليمة عظيمة جدا، هيقدم لهم خبز اسمه خبز الملكوت، ويقدم لهم انواع فاخرة من الاطعمة المصنوعة من لحم الاسماك والطيور والبهائم، وخاصة حيوان مميز جدا اللي هو بهيموس بتاع ايوب 40-15، ده هيذبحوا المسايا لليهود ويقبلوه اول وجبة في ملك المسايا. دي واحدة من اساطير اليهود. طبعا مين سرقها وحولها للطور؟ البهيموس حوله للطور في اول وجبة في الجنة الاسلامية، انتوا عارفين مين، بدون الدخول الى الامر. ومن لحم طير عظيم يشبه الجمل في الجسم ناقى اياها، ويسقيهم خمر معتقة ما تسكرش على شكل النهر من بدء الخليقة، ويطعمهم فاكهة لذيذة من اسمار الفردوس. والكلام ده كله ده فكر خرافي كان موجود عند بعض اليهود، عمر من العهد القديم قال الكلام ده، لكن بعضهم للأسف افتكر الكلام ده وآمن بيه. فالراجل قال ياكل خبزا في ملكوت الله اللي هو المسيح لما يجي، فالمسيح وضح ان الكلام ده خطأ. المسيح وضح الكلام ده ما قصدش بيه انه دخول الملكوت اكل وشرب، لكن بيتكلم على دخول المساكين الى الملكوت، الناس البسطاء انقياء القلب الجدع والعارج والعمي اللي هيتحملوا هذه الاتعاب. ويقول لو دول هيدخلوا الملكوت ازاي انتم ما تدعوهمش الى ولائمكم؟ ليه؟ لان الفريسيين كانوا في الوقت ده يدعوا اكابر الشعب عشان يجوا يعزموهم، لكن ما يردوش يعزموا الناس الضعفاء. عشان كده المسيح بيوضح لهم ان الكلام اللي انتم بتعملوه ده خطأ. ولكن اكرر، مين اللي قال الكلام ده خبز في ملكوت؟ ده مقولة شخص يهودي مفهومه خطأ. الشاهد السادس في سفر رؤيا 2 عدد 7، من له أذنان من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس. كلام هنا موجه أيضا لملاك كنيسة أفسس، طبعا الكلام هنا رمزي باختصار معنى العدد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح، هنا بيتكلم إن احنا نسمع كلام اللي بيقوله الروح القدس بمعناه الروحي، نصغي ونميز اللي بيقوله إيه للكنائس. يعني مجرد كلام ده موجه لكل إنسان،
من يغلب، أي إنسان يغلب، يغلب العالم بشروره وشهواته وعدو الخير بإغراءاته، ويتعب ويتحمل ويشيل صليبه كل يوم ويتحمل التجارب ويعيش حياة الشكر. ربنا هيعطيه إيه؟ أن يأكل. هنا ما يقصدش أكل مادي، هنا يقصد الشبع في المسيح معاه، اللي يبدأ من على الأرض في الحاجات الجميلة اللي بيديها الروحية ربنا يديها للإنسان وتكمل في الأبدية. فزي ما يقول هذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته من شجرة الحياة. ده مش معناه أن كل اللي آمنوا بالمسيح هتلاقيهم قاعدين كلهم محاوطين بشجرة وقاعدين كلهم يأكلوا من نفس الشجرة. ما ينفعش يتاخد بمعنى حرفي. طب الكلام هنا عن شجرة واحدة، هن كل المؤمنين هيقعدوا يأكلوا من شجرة واحدة لو الشجرة دي بطريقة حرفية في الأبدية؟ ما ينفعش. لكن الشجرة دي يقصد بيها المسيح نفسه بجسده النوران اللي هنكون احنا أعضاء فيه، هو ده شجرة الحياة المقصود بيها، نوجد فيه. عشان كده يقول عنها في وسط فردوها عن يمين الله زي ما قال. فزي ما قلت المشكك للأسف أخذ بعض المعاني الأعداد اللي ليها معاني روحية جميلة جدا وحاول يطبقها بأي شكل على المعنى الحرفي الغير مناسب في الجنة الإسلامية، وده غير صحيح. ما عندناش جنة، ما عندناش لا أكل وشرب ولا الشغل ولا لحم طاير مما يشتهون ولا الكلام ده، ما عندناش هذا الكلام. الكتاب المقدس واضح، واضح أن ملكوت السماوات هو ملكوت روحي وليس مادي. ربنا يبارك حضراتكم، أتمنى أكون عرفت أجاوب ولو حاجة بسيطة.